FM. الكلمة ليك. هو في الحقيقة الجملة من المطالب اللي رفعتها لقب العام التعليم الثانوي ونقابات التعليم في الاتحاد العام للشغل من بين بالأساس إصلاح المنظومة التربوية. وكان هذا مطلب مرفوع من التسعينات، مش جديد. نعرف وآخر الثمانينات نعرف اللي الاتحاد عنده مؤتمر من مؤتمراته خصصه لإصلاح التعليم. فعلا وبالتالي المسألة مبدئية، والاتفاق الأخير تضمن إشراك النقابين في الإصلاح التربوي، واعتبار عملية الإصلاح التربوي هي مسألة مجتمعية، ما مش مرتبطة بالوزارة فقط أو بالنقابة فقط ولا بالوزارة والنقابة فقط، وإنما بالمجتمع المدني الأولي، العديد من المنظمات المعنية، الخبراء إلى غير ذلك. مجتمع كامل لازم يناقش مسألة. أنا معك في الجزئية هذه، مهمة جدا. اليوم من بين أحد أسباب، ربما مش رئيسية لكن مهمة، تأخر التعليم في تونس، هو أنه خريجين مدارس الترشيح ومدارس العليا للمعلمين والمؤسسات اللي كانت تخرج في المدرسين بتكوين عميق ومتوسع وبوينتو معناها وسيبليه يعني وفي الجودة وفي كل المواصفات في مدار المعلمين العليا سابقا، هذه كلها اندثرت بفعل فعل. نذكر أنا كانت توصيات من عمليات الإصلاح اللي تم على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى السياسي والتعليمي أيضا، مربوطة تقصد بالبنك العالمي صندوق النقد. البنك العالمي يجب الدولة أن ترفع إيديها على قطاع الخدمات ومن بينها قطاع التعليم. يعني ما تصرف على تخريج المدرسين وعلى تخريج المعلمين وعلى تخريج الكفاءات اللي مهيئة للتدريس، وهذا شقع. أغلقت هذه المؤسسات وتحولت إلى مؤسسات تقري في نابورتكوا وأغرت بالتعليم كثيرا. الكلمة ليك.